مندي عبد الخالق، عندي 30 سنة، اتخرجت من كلية حسابات ومعلومات جامعة القاهرة في 2009. رحت بعديها منحة تبع وزارة الاتصالات، درست سنة كمان، وبعد ما اتخرجت اشتغلت في شركة يعني من شركات البرمجة. بس بعد ما اشتغلت في سنة كده لقيت ان انا مش حابة الشغلانة دي، ومش حابة اكمل حياتي انا قاعدة على الكمبيوتر في جوه مكتب يعني. بس فضلت بعديها ادور، طب انا حابه اشتغل بهوايتي، طب ايه هوايتي؟ لا انا ما عنديش هوايات اصلا، حتى من وانا صغيره ما كانش عندي اي هوايات خالص. لحد بدايه اول 2017 بقى ابتديت بقى، طب خلاص انا هركز كده. انا كل الناس بتقول لي حاجتين مهمين جدا، ان انا مميزه قوي في الواني، كل اللي بيشوفني لازم الوانك تحفه وفظيعه اعملي بيها حاجه، وموضوع الهدايا ده برضه كان شديدني قوي وبتبسط بيه والناس بتتبسط بيه يعني. في الاول ما كنتش عارفه الحاجه بتتجاب منين وكده، فبقيت مثلا لما عاوز خشب اروح للنجار اقول له عايزه حته خشب المقاس الفلاني. الرسومات اللي عليها كنت في الاول بستخدم طباعه، كنت بطبع الحاجه وبدق عليها المسامير واعملها بعد كده بالخيوط. بس بعد فترة الدنيا ابتدت تتطور يعني، والناس ابتدت تطلب، يعني اصحابي القريبين ابتدوا يطلبوا مني حاجات بفلوس وكده. بقيت بطلب من الناس مثلا يقولوا لي الحلم بتاعهم وصورة للشخص وانا اعمله ماكيت بالحلم بتاعه. في الاول برضه ما كنتش بعرف ارسم، فكنت باخد الصورة واجيب اقرب شكل ليها، ولحد ما بقيت اتعلم شوية ان انا ارسم بالإلستريتور، فبقيت ارسم شكل الشخص يعني نفسه اقرب يعني قريب لي يعني. وكل شخص عايز يحقق حلم يبقى الحلم ده قدامه طول الوقت، عشان خاطر يبقى زي شايف الصوره النهائيه اللي هو نفسه يوصل لها يعني، ويقدر يحققها اسرع. وانا حلمي اصلا ان انا يعني اسيب يبقى ليا بصمه في حياه الجات اللي بقيت بعمله. كان بيبقى فيه 3 احجام مختلفه، في حجم صغير خالص حوالي 20 سنتي او 25، لحد بقى البوكس الكبير خالص. في بوكس مثلا بعمله كده بيتفتح يبقى زي المسرح كده وجواه المكان. بستخدم فيه خامات زي الخشب والالوان دوكو او الوان زيت والغيره. اسعارهم تتراوح بقى، المكان الصغير خالص ده مثلا بيبتدي من 250 لحد 600 مثلا، لو اكبر شويه حجمه مثلا 40 سنتي. ده بيبقى كذا لاير ورا بعض بقى، مش حته واحده. البوكس الكبير خالص ده بقى ممكن يبقى فوق 1000. الصغير ده ممكن ياخد له يوم او يومين بالكتير، والكبير خالص بياخد حوالي اسبوع شغل. الوسط ده بياخد له يومين 3 ايام.